منحب ومنركز ونضوي على المشاريع الصغيرة والمتوسطة. هذا المشروع اللي عم يكون باب رزق لكثير من الناس اللي عم يدخلوا تصاميم، عم يكون الشخص فيه مبدع لأنه بداية هو بحب هاي المهنة وبيبدع فيها، بالإضافة إن هو مشروع صغير ممكن يكبر بالأيام ويتحقق هذا الحلم ويصير هيك على مستوى أعلى. يا هايدي أكيد، ودايما متعودنا ضمن صباحنا يا رشا إنه نحن ندعم ونضوي هاي المشاريع المميزة اللي عم تكون بأيادي شباب وصبايا مميزين ومبدعين. ضيفتنا اليوم مبدعة، عندها مشروع يلي هو صناعة مجسمات على اختلاف أشكالها. رح نتعرف على الإبداع والدقة اليوم بالشغل، إمتى بلش المشروع، شو هي الادوات يلي بتستخدمها، واكيد تفاصيل كثيره رح تخبرنا عنهم. ضيفتنا لليوم الشابه رهف الخلف، اهلا وسهلا فيك رهف. اهلا فيكم، نورتينا. شكرا. صباح الخير. صباح اهلا وسهلا بحضرتك. خلينا هيك نحكي عن مشروعك، عن حلمك، عن البدايه فيه. تمام. هلا انا المشروع تبعي هو صناعه مجسمات عن طريق ماده الفوم. ماده الفوم هي نوع من انواع الصلصال يعني. فأنا بصنع مجسمات وبصنع مثلاً كاركترز أفلام كرتون حسب الأشخاص شو بيطلبوا مني. خلينا هيك نستعرض، نحن عم نحكي نحن وأنتي عن هاي الألوان الحلوة مميزة، بتعطيكي تفاؤل. مثل ما قلتي يعني اليوم هذا القطع من وين أخذي الأفكار؟ هلا الافكار هي يعني كثير في منهم مثلا انا برسمهم او مثلا ممكن بالانترنت لانه موجود يعني كاركترز كثيره متنوعه، وكمان تكون احيانا حسب الشخص شو بحب. يعني انا بساله انه انت مثلا بدك اياه يكون كرتوني كثير ولا حقيقي كثير، ففي مجسمات مثلا هي اشكالها حقيقيه وفي منهم بيكونوا كثير كرتون. طيب خلينا نوضح اكثر للمشاهدين عن هي الموهبه، قد ايه اليوم تاخذ وقت وجهد لحتى انت تنجزي هي القطعه، قد ايه بحاجه لصبر لدقه لاتقان لحتى تطلعي بنتيجه كثير تمام؟ هلا بالبدايه اكيد كانت تاخذ معي كثير، يعني كانت تاخذ معي شيء مثلا اسبوعين ثلاثه لحتى اعمل قطعه واحده، لانه هي بتكون بمراحل، يعني انه مثلا بعمل اساس بعدين بستنى لينشف بعدين بعمل شيء ممكن ما يزبط رد عدل عليه. كم مرحله ممكن تمر القطعه؟ تقريبا بثلاث مراحل. بس من قبل كانت تاخذ كثير وقت، هلا يعني انه كل ما عم تقل كل ما المهاره تبعيتي عم تزيد، فالوقت تبعها عم يقل الفتره اللي حتى اصنع القطعه تبعيتي. قد ايه لك بهي المشروع؟ قديش يعني لك سنه سنتين قد ايه؟ لي تقريبا من 2018 كشغل مبلشه فيه، بس كصناعه مجسمات يعني قبل 2018 تقريبا بشي 10 سنين، يعني انا وصغيره كنت اعمل هي المجسمات الصغيره. ترسمي معناتها رسم حلو؟ ارسم شوي بس اكثر، يعني هو يزبطوا كاشكال يعني بالمعجون. طيب كيف تعلمتي اصول هذا الشغل اليوم؟ كيف بلشتي فيه؟ تبعتي دورات معينه او كنتي تتابعي عبر اليوتيوب فيديوهات؟ خلينا نوضح اكثر عن طبيعه هذا الشغل. تمام. هلا انا بلشت فيه مثل يعني اي ولد صغير عم يلعب بالمعجون بالبيت. تمام. فما كان في اي اساسات يعني له، بعدين هيك من حالي صرت اني اطور على مهل، بس انا ما بشوف انه هذا الشيء كثير منيح تماما، لانه يعني اخذ معي وقت اطول لحتى اني اوصل لهي المهاره. يعني لو انا مثلا اخذ دورات فيها فكان حيكون الموضوع اسهل، بس انا دراستي تعويضات سنيه فهي فيها نوع من النحت كمان، فكمان ساعدتني وساعدتني الادوات تبع التعويضات باني اشتغل فيهم بصناعه يعني هي المجسمات والاشكال. طيب رهف، اليوم شفنا المجسم بشكل بقى او هلا استعرضنا على الكاميرا هاي اللوحه، كمان اليوم الشغل مختلف عن الشيء الثاني. طيب خلينا نحكي عن الادوات، اليوم انت شو مستخدمه؟ ان كان على شكل بقى او ان كان على شكل لوحه صغيره، يعني اكيد اليوم نفس ممكن نفس الادوات ولكن الحرفيه ممكن تختلف. تمام. صحيح. هلا مثلا يعني اذا مجسم فهو بيختلف عن اللوحه، بيختلف عن انه اذا كان سباقه، لانه المجسمات بحاجه اساس لها، فانا ما فيني اعمل المعجون لانه هو مثل ما حسيت يعني انه ملمسه طري فبده بحاجه اساس يوقف عليه. شو هو الاساس؟ الاساس اللي بستعمله خشب، لانه الماده هي اير درايف بتنشف بالهواء، فاي شيء بينشف بالهواء هو ما لازم يكون بقلبه معادن. وللاسف يعني في اشخاص بيستعملوا نفس الماده بس بحطوا بقلبها معدن، فهي مع الوقت بتتفاعل مع المعادن وبيطلع لبرا ماده لونها اسود. ليش بحطوا المعدن؟ مشان تمسك الماده كمان اكثر مشان يكون في اساس. بس انا بفكروا انه المعدن هو شيء منيح، بس هو ما هو منيح لهي المادة لأنه هي يعني فيها مي والمي بيتفاعل مع المعدن فآخر شيء بيصدي. طيب أنت شو بتشتغلي فيه؟ بشتغل الأساس هو خشب، وبستعمل أي شيء يعني بتعلق بالخشب. طيب. أي مادة بتثبت الخشب فهي كمان بتساعد بهذا النوع من المعجون. طيب رهف، أنت اليوم كيف عم تقدري تسوقي لمشروعك بشكل صحيح؟ عندك صفحة على الفيسبوك إنستغرام قادرة اليوم أنت عم تعرضي شغلك للناس، أو ممكن كمان شاركتي بمعارض وبازارات وفادك هذا الشيء خصوصا كمان بشهر رمضانات بتكتر هي المعارض؟ خلينا نوضح أكثر
كيف اليوم عم تسوقي بشكل صحيح عن شغلك؟ تمام. هلا اكيد السوشيال ميديا هي كثير ساعدتنا بهي الفترات، لانه يعني معظم الشغل عم ينتشر على السوشيال ميديا، خصوصا انه هي شيء بصري، فانه الصور هي كثير مهمه. بعتمد اكثر شيء على طريقه التصوير، بحاول اني اصورهم بطريقه جيده. وكمان شاركت بمعرض من شي سنة تقريبا، كمان هذا الشيء ساعد كثير بانه تنتشر الصفحة تبعيتي. يمكن بيساعد بالانتشار ايضا، اليوم ممكن تشوفي ضمن المعرض قصص تشبه شغلك. تماما. يخطر لك فكرة، تاخذي شيء، تقدمي فكرة حضرتك. رهف، دائما احنا بنقول ببداية اي مشروع باي عمل بحياتنا في صعوبات ممكن تواجهنا. في ناس كثير بتقلك انا ما قدرت اواجه هاي الصعوبات ولغيت مشروعي مع انه هو حلمي. شو اهم الصعوبات اللي مرقتي فيها خلال هذا المشروع وكيف قدرتي تتجاوزيها؟ هلا اكثر الصعوبات هي بتوفير المواد، لانه يعني نحن بسوريا في كم شغله يعني مو دائما بنلاقي منهم، فاضطر مثلا اني اشتريها بسعر اغلى، وبس بنفس الوقت انا ما عم بيع بسعر كثير غالي يعني، فما كثير كنت عم بقدر اوازن بهذا الشيء. بعدين انه يعني اضطريت اني مثلا ارفع الاسعار عندي، بعدين صرت احط الاسعار على حسب المهاره تبعيتي لوين وصلت، مو حسب المواد اللي عم بشتريهم. فبهي الطريقه قدرت اني اوازن بهذا الشيء. اليوم كل مشروع هو بحاجه لتحفيز، لتشجيع، لدعم من كل الاشخاص اللي حواليه. اليوم انت مشروعك وموهبتك كيف تقدم لك الدعم بهذا الموضوع؟ هلا اكيد رفقاتي هن كانوا اكثر شيء دعم لي، وكانوا هن يعني بدايه اللي يشتروا مني القطع يعني. كمان في دعم كان من فريق سند التنموي، كانوا بيقدموا مثل ورشات لرياده الاعمال، فانا عملت ورشه عندهم، بعدين كان فيها دعم مادي، فهذا الشيء كثير ساعدنا وكثير ساعد مشاريع ثانيه كمان. طيب اليوم مثل ما تقدمت لك بعض التسهيلات لحتى تبلشي هذا المشروع، اليوم ايضا هي الموهبه وهي خلينا نقول الصنعه، تحبي تنقليها لحدا، عم تعلمي حدا عم يجي يقول لك انا حابب اتعلم هاي الحرفه؟ هو ان شاء الله يعني في هيك شيء ان شاء الله قريبا، يعني بدي احاول انه فوت اكثر بقصه المعاهد وتدريب يعني انه النحت بشكل عام يعني. طيب كيف عم يكون الاقبال اليوم على شغلك، تفاعل الناس مع هذا الشغل المميز، ردود الافعال، وتحكي لنا اكثر؟ هلا هو بيقول انه هن كثير مميزين، يعني انه يا بتلاقي منهم 3D تبعه 3D او انه هيك هاند ميد، بس الهاند ميد بهي الدقه انا ما شفت الصراحه من قبل، فهن يعني مبسوطين بانه هي هيك انه هاند ميد ودقيقه كثير. هذا شوي حقيقيه بترسمي ممكن تعملي شخصيات. يعني انا سالت انه سالت الاشخاص اللي انا عم بعمل لهم الاشكال انه قديش نسبه التقارب بين الشخص الحقيقي والقطعه اللي عم بعملها، فكانت بين 70% و80%، فهذا الشيء انه كثير منيح، وانه شوي كمان عم تزيد الموضوع. فهي بالنسبه لهم هي قطعه غريبه، يعني ما انا موجوده بالسوق ما بتلاقيها. اكيد لا عن جد غريبه يعني وملفته، يعني انا اول ما جبت الباقه يعني قلت لك كثير ذكرتيني بالسنافر، بالبيئه تبع السنافر. طب اليوم الحلم، اليوم حلم فيما بعد، يعني اليوم بلشنا بهذا المشروع الصغير على امل انه نحن اليوم نكبر ونعمل شيء ببالنا، شو اليوم عم تحلمي؟ هلا انا الفكره الاساسيه من مشروعي هي اصلا انه الاشخاص يكونوا قادرين يصنعوا هدايا للناس، يعني هي فكره منه اصلا انه يكون عنده شخص هديه يقدر يعطيها لحدا مميز بالنسبه له. فالفكرة أني أنا أصلاً أعلم الأشخاص يعملوا هذا الشيء، يصنعوا هي الهدايا ويقدموها للناس كمان. طيب نحن هلأ بس نعرف رهف أنه عندها موهبة وعندها مشروع مميز خاص فيها، حابين نتعرف عنك أكثر، عن دراستك، خبرينا أكثر عنك. هلأ أنا دارسة تعويضات سنية. في فرق كثير كأنه مو كثير فرق. هلا انا دخلت التعويضات لانه اصلا كنت شوي انحت قبل، فدخلت لانه فيها نوع من النحت ونوع من الفن، حسيت في سهوله اكثر. تماما، كانت بالنسبه لي يعني الاشياء العمليه هي كثير سهله بالنسبه لايدي، يعني اخذه عليهم. وكمان يعني بشكل عام كنت ارسم شوي وبصور كمان. حلو. طيب خلينا هيك نروح كنت عم بسألك عن الأدوات، قلتي لي المادة الأساسية والقوالب أنت اليوم عم تستخدميها، وقلتي اليوم عم تبعدي عن المعدن كرمال ما يصير تفاعل فيما بعد، ولكن احنا أيضا عم نشوف ألوان. هلا هدول كمان من نفس المادة أنت مستخدمي نفس المادة؟ تمام، هي نفس المادة بس هي فوقها ألوان أكريليك. تمام، هي أنا بلعب يعني ما بستخدم إنه بس المادة مثل ما هي، فأنا بلعب عليها إنه مثلا بحط لها ألوان بتخليها تصير أقسى، أو مثلا بحط لها مواد بتصير أطرى حسب الشيء اللي أنا بدي اشتغل. والالوان نوع واحد؟ الالوان بحط اكريليك، بستعمل الالوان الاكريليك. تنشف ورمين. تمام. هدول تمام، هدول في حق يعني هنا اشخاص طالبينه. طيب اليوم كم سنه لك انت مبلشه المشروع؟
كشغل هو 18 سنة من 2018. أها. 2018 من 2018 لهلا شو اللي تغير اليوم بمشروعك؟ كبرتي المشروع أكثر؟ صار عندك أفكار جديدة؟ تمام. هلا أكيد المنتجات هي الأفكار الجديدة اللي كانت عم تطلع، وبنفس الوقت المهارة تبعيتي عم تزيد، يعني بكل منتج أنا بعمله أنا بكون بتفاجأ إنه أنا طلع معي هي الشغلة، فبصير العالم بينتبهوا كمان لهذا الفرق. يعني بالصفحة تبعيتي كمان كل فترة بنزل إنه كيف أنا كنت قبل أعمل وكيف هلا صار الشغل تبعي، ففي فرق كثير كبير بيناتهم. فهي المهارة هي اللي عم تتغير، وكل ما تغيرت المهارة واحد بيقدر يصنع شغلات مختلفة أكثر. صحيح. طيب رهف، اليوم إذا هيك حبيتي تعطي أساسيات للصبايا اللي حابين يشتغلوا بهذا المجال، شو أهم خلينا نقول النصائح الأساسيات المفروض يرتكزوا عليها؟ اليوم ما بنا اليوم الصبي تقول إنه أنا سعر المواد الأولية كتير غالي، ما بقى بدي أشتغل بهذا المشروع، شو أهم الأساسيات المفروض تكون عندهم موجودة لحتى يبلشوا صح؟ هلا اهم الاساسيات هن انه لما يشتغلوا باي ماده، مو شرط بس الفوم، يعني انه هن يحاولوا يعني يتعلموا أول شيء عن الماده، يعني كيف يستعملوها، لانه كثير مواد مثلا اشخاص بيجيبوها مثل ما قلت لك انه بس عم بحطوا الاساس غلط، فانت اذا اسستي غلط صارت القطعه كلياتها غلط. يمكن كمظهر عام تكون صحيحه، بس انت لما بتعطيها لحدا بده يحافظ عليها، فهو بعد مثلا سنه او سنتين حتتفاعل وتنتزع القطعه، فانت انه ما بدك هذا الشيء يصير اكيد بالقطعه تبعتك. طيب هيدي اليوم اذا هيك حبيتي تطلبي من رهف شيء، شو اكثر شيء تعمل لي الي شيء خاص؟ شوف التواضع يعني. لا يعني بتحسي انه مايله القصه للافلام الكرتونيه او الشخصيات الكرتونيه؟ يعني انا بفضل اكثر انه اعمل الشخصيات الكرتونيه. طيب خلينا نوضح اكثر بالنسبه للاسعار او التكلفه، كيف عم تكون اليوم في حال بده يوصي شخص من عندك او يطلب؟ قد ايه ممكن تكون التكلفه؟ هلا هي التكلفه عندي كل مره بتزيد حسب قديش انا عم شوف المهاره تبعيتي عم تتغير. تمام. فتقريبا احيانا يعني كل اسبوعين بغير السعر، احيانا كل شهر بغير السعر حسب انه قديش القطعه عم تطلع بشكل احلى. طيب اليوم اكثر الناس اللي عم تيجي توصي رهف على هدول المجسمات، شو بتحسي لشو عم يميلوا اكثر شيء؟ هلا هن عم يميلوا اكثر للمجسمات، للاشخاص المجسمات. يعني اشخاص حقيقيه؟ تمام. اشخاص حقيقيه. قد ايه بتحسي نسبه تقارب صنع المجسم مع الشخصيه الحقيقيه؟ يعني بالنسبه لي انا بشوفها تقريبا 60%، بس الاشخاص عم يشوفوها 70 ل 80. هدول اشخاص حقيقيين يعني؟ شخص وهذا المجسم كمان شخص حقيقي. أكيد. بالختام بدنا نشكرك كثير رهف الخلف، ونتمنى لك كل التوفيق بحياتك، وإن شاء الله يا رب هيك للمزيد من النجاح والتألق بمشروعك. نورتينا رهف. شكراً لك ولحضورك. هيك إن شاء الله هيك ناطرينك بالأيام اللي جاية بمجسمات حلوة، وهذا الحلم يكبر ويصير مشروع كبير لحضرتك. إن شاء الله. شكراً رهف لك.